يا هلا بالله وذكر الله. السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. متجر الفيصل للاتصالات وعروض جدا قوية ولمدة أسبوع أو حتى في هذا الكمية في الفرع والمتجر الإلكتروني وتوصيل لجميع مناطق المملكة، يعني الكل يقدر يستفيد من العروض. فرع التصوير حي إشبيلية على طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز. ما عرفت الموقع؟ بسيط جدا، اكتب متجر الفيصل اتصالات في جوجل ماب أو ارفع الشاشة بيوصلك هنا مباشرة. العروض والأسعار والأصناف السنابات القادمة. جهاز ألعاب الطيبين، نبغى أقوى سعر يا فيصل. طيب هذا جهاز ألعاب الطيبين معروف، فيه 10,000 لعبة، ألعاب معروفة في السوق كامل. طبعا إعلاناته تصل إلى 199-150 ريال. هذا طبعا مع يدين، تشبكه بالسلك يطلع معك كل الألعاب، يقلب بلاي ستيشن 1. تراك وعدني بسعر قوي جدا. أنا راهن على السعر، هذا سعر جدا قوي والكمية ترى محدودة، فاللي يبي يستعجل فيها. هذا كان قبله زي ما قلت لكم 199، الآن 49، وترى عليه ضمان لا تخاف. 49 ريال؟ إذا في أي مشكلة تقدر تستبدله متجر. 49 ريال. سؤال، في الفرع في المتجر؟ اي نعم، موجود كله، يعني توصيل لجميع مناطق المملكة، وأيضا موجود في الفرع، الكل يقدر يستفيد. الصيف يا فيصل على الأبواب، مظلة السيارة. قبل كل شيء عندك المظلة هذه، أول شيء أشرح لك عن جودتها. تيني بلس، الشركة هذه لها عمر فوق 15-10 سنوات في الاتصالات. طبعا من أقوى الشركات، تعزل لك أشعة الشمس كاملة، تقدر تحطها بالسيارة بالشكل هذا وتقفل عليها. هذا مقاس وشو؟ لارج؟ أي، وتجي على السيارات الصغيرة برضو الثنتين. طبعا جدا جدا عليها عرض قوي في المواقع، تلقاها ب 100-150 ريال. أنا أقول لك تعال خذها الآن ب 19 ريال. 19 ريال بناء على ضغطك، ولا كان السعر ترى عليك. الله يعافيك. سؤال، في المتجر وفي الفرع موجود كل الأغلب الأشياء اللي موجودة هنا في الفرع وفي المتجر كلها موجودة، الكل يقدر يستفيد من 19 ريال. الستاند الجميل يا فيصل. طبعا عندك الستاند هذا بالشكل اللي تشوفه، تقدر تحطه على المكتب، تقدر تنزله، تقدر ترفعه. قابل للطي. اي قابل للطي، تقدر تاخذه بالطريقة هذه، يكون معك صغير في جيبك. تمام، هذا قبل يبيعونه 30-35 ريال، الآن عليه عرض جدا قوي، سواء جوال أو جهاز أكبر أصغر ما عندك مشكلة، الآن سعره ب2.99 ريال هملة. ريالين و99 هذا. عندك الاي وكس برضو، هذا من ايفون 7 وفوق، مدخل شاحن، تبي تسمع في السياره، تسمع في الراديو، تسمع في اي مكان، هذا قبل يبيعونه ب450 ريال، تعال خذ الان ب2.99 ريال هذا. ونفس السؤال في المتجر والفرع، كلها موجوده في المعرض وفي المتجر، احنا وفرنا للكل عشان حتى اللي خارج الرياض نقدر نخدمه بطريقه افضل باذن الله. يا سلام، ريالين و99 هذا. بلوتوث يا فيصل. طبعا اعطيكم رايي الشخصي، اللي ما يشتري هذه غلطان. اول شيء السعر، الجوده، وبلوتوث، 3 في 1، ارخص لك من السلك اللي تشتريها. تراك وعدنا بسعر قوي جدا. هذه سماعه نيكسون تركب على الرقبه، طال عمرك مايكها جنبك، يعني بيكون المايك مره واضح. تحط السماعه بالطريقه هذه وهذه على رقبتك. يا جماعه السماعه هذه كان سعرها 90-80 ريال، الان اقول لك كم، 20-30 ارخص، 15 اقل، 10 اقل، 9 ريال و99 هلله، والكميه فوق 800 حبه. الله يحييك، ممتاز. عشرة في المتجر وفي المعرض كلها للكل. جاوبت على كل الاسئله طبيعي. ب 10 ريال فقط يا جماعه. سوي فيصل. طيب هذه الصبورة الذكية، يعني شوف انا قدرت اكتب اللي انا ابغاه، برضو لها قفل، لو بقفلها طال عمرك ما تمسح ولا عاد شل عندك زي الرسمة، تبي تمسحها تقدر تضغطها بالطريقة هذه تمسح. عندك طفل تبغى تعلمه، انت معلم تبغى هدايا، عندك تكريم، عندك الاخرة، هذه من افضل المنتجات وارخصها. هذه سعرها قبل طويل العمر كنت اخذها ب 49 ريال الان ب 6 ريال و99 هلله. 6 ريال و99 هلله، موجودة في المعرض وموجودة في الموقع يا جماعة، اقل من 7 ريال، وتوصيل وشحن لجميع المناطق، وايضا اللي بيجي الفرع تاخذها ب 7 ريال فقط يا بلاش. هات الجميله، اعطني تفاصيل يا حبيبنا. طبعا عندك هذه المطاره لحفظ الحراره او البروده، سواء عندك شاي قهوه مثلا طالع للدوام وغيره، او مثلا عندك مشروبات بارده، او بنفس الوقت اذا تبغى هدايا، مثلا تبغى عندك هدايا عند معلم، مدرس، دكتور الى اخره، هذه هدايا من افضل ما يكون، تحفظ لك الحراره والبروده الى 6 ساعات 480 ملي، في منها الالوان الثانيه وفيها شخار. طبعا تنباع برا يا اخي في اي مكان تحصلها 78 ريال. انا اقول لك ارخص من مشروبك نفسه ب 12 ريال و99 هلله. تمزح؟ ارخص من مشروبك، القهوه الان ب 15-16 تخيل. طيب سؤال، ونفس السؤال في المتجر وفي الفرع موجود، والكميات مفتوحه عندك، تاخذ 10-20-100-200-1000 موجود. استفيدوا يا جماعه. طيب عندك هذا المنتج، راس جداري مخرجين، وعندك مع سلك ايفون موجود بالطريقه هذه، سيبيعونه برا ب 40-50 ريال، يعني تعال خذه ارخص ما يكون، ايش تتصور سعره؟ 7 ريال و99 هلله الراس، ومعك برضه فتحه ثانيه لليو اس بي، يعني يطلع لك الحبه ب 4 ريال. هذا طال عمرك كميته مفتوحه، وفي موجود في المعرض وموجود في الموقع الالكتروني. يا سلام.
شحن السيارة يا فيصل. طيب قبل كل شيء أنا جبت لك شيء يريحك اللي هو البي دي، خاصية الشحن السريع وخاصية الأمان معك. عندك سيارة ولا سيارة يو اس بي أو بي دي؟ طبعا مركز لك على الثنتين عشان لو عندك شيء قديم تقدر تستخدمه باليو اس بي. الميزة البي دي خاصية الشحن السريع جدا، يشحن جوالك بخمسين إلى ساعة، جوالك فل. هذا طال عمرك اللي هو راس وسلك. عندك هذا التايب سي إلى تايب سي، يعطيك للآيباد، يعطيك الجوالات الجديدة، يدعم إلى 60 واط. بسم الله الرحمن. طيب عندك هذا يطول عمر البي دي اللي هو للآيفون، متر وعشرين، طبعا الشحن السريع جدا مثل ما قلت لكم البي دي أفضل شيء، هذا برضو موجود. وعندك طول عمر الراس هذه بي دي يو اس بي. طيب نبي الأسعار. طيب هذه كلها الأسعار تأخذ أقل واحد خاصية الشحن السريع لأنه توها جديدة، تأخذها فوق 80 ريال. أنا أقول لك هذه كلها خذ الحبة 19.99 هللة يعني. راس أو سلك ممتاز. أو هذه الحبة عندك 19.99 ريال هللة وبروميت، ما قدم لك أي شركة، شركة عليها الكلام. ممتاز. قبل المخفضة طبعا قبل كل شيء هي مخفضة لكن جودتها جدا جدا عالية. قبل كل شيء تيني بلس، هذه شركة أرقام الشبكة الأسطورة، من أقوى الشركات، عمرها التاريخي فوق 15 سنة. طبعا هذا الكيبل القماش زي ما انت شايف ضد القطع، سواء انقطع سواء خرب سواء احترق، أي مشكلة تصير فيه حتى سوء استخدام أنا أقول لك تعال واستبدل لك ضمان سنتين. يعني نحكي لك قبل، أحكي لك الجودة قبل السعر، السعر أقوى بعد 8.99 ريال هللة. كل هالشيء ما شاء الله عليك. يو اس بي تايب سي 8.99 ريال. المعرض موجود في الموقع يعني أقل من 9 ريال وتوصيل وشحن لجميع المناطق، أو تجي للفرع وتأخذ مباشرة أقل من 9 ريال. تجي الحماية المتكاملة. طيب أو قبل كل شيء أنا أقول لك شوف المنظر الآن في هذه، لا تستخسر على جوالك 49 ريال. كآبة المنظر والله العظيم، يعني أجهزة غالية الحين والله نشريها ب 200-300 ريال ما تسوي شيء. هذه واحد. طيب أنا أقدم لك الباكج من شركة آرمر، طبعا جميعها آرمر تين بلس فيرتك، كلها منتجات واحدة تحت سقف أرقام شبكة. عندك 2 ستيكرين سواء برايفسي اللي هو اللي جنبك ما يشوف ملاقيف، وعندك اللماع العادي، واستكر خلف من الاستكر خلفي وعلى الجوانب، وعندك هذه اللي يلعب عندك ألعاب أو شيء، وبرضو عندك حامي كاميرا، وهذه مهمة لو بغيت تركبها قدام الجوال عشان تقفل لك الكاميرا. يا سلام. تمام. وبرضو شوف المنظر الجميل هذا يا جماعة، لا تستخسرون 49. كل هالباكج كان 149، شلنا لك 100، جدعنا لك 100 على قولك 49. 49 واحد يجدع 100 بهالوقت. طيب يا ساتر يا ساتر يا ساتر، عاد انا احب اكسر في فاس. لا اله الا الله، باكج متكامل ب 49 ريال. طبعا في المتجر لا قول لك الصيدات، عطني الصيدة اللي هنا يا فيصل. طيب هذه بي 9 من اشهر السماعات اللي موجوده، طبعا تقليد على الاي ماكس اللي هي تبع ابل ب 1800. طبعا في المتاجر حتشوف نفس المنتج نفس كل شيء ب 119-130 ريال. ما نبي هالكلام اليوم. انا اقول لك تعالي الان ب 29 ريال ترى جودتها جدا حلوه يا جماعه، ب 29 ريال سواء في المعرض او في الموقع كلها متوفره. يا سلام. هات يا فيصل. طيب انا عارف جدا جدا انك تعبت من الساعات، تقول الجوده ما هي نفسها، الترا تخرب بسرعه، ما هي نفس المواصفات فيها وفيها، وما تدعم وتدعم. والله اني عارف يا عميل، تعال اوريك شيء افضل. اذا شفت شركه باستك اعرف انك ماخذ جوده عظيم. هذا واحده. اول شيء تقدر تحط الصور اللي انت تبغاها زي ما انا حاط صورتي الان، هذه واحده. تقدر طال عمرك تتصل منها وترد منها مكالمات، فيها حاسبه كمان، نفس نظام التشغيل بالضبط، من اقوى الساعات. طيب. اللي موجوده على فكره ترى فيها ام في سي يدعم الباي بال وفي شركات ثانيه. جرب اتصال يعني احنا دق الان على 900. طيب سي سي هذا الجوال على طول شو تسمع، اقدر احطه بالسماعه هذه عشان ما حد يسمع. تقدر تقفل برضه بنفس الوقت، طبعا فيها خطوات رياضيه، عندك المشي، فيها تطبيق خاص، كل شيء موجود فيها. تمام. السعر طبعا داخل لما تفتح ماك سيف اللي هو شحن لاسلكي ومعها سيرين، سير هذا وسير هذا. قبل كانت تباع 299 يا جماعه، الان 129. 129 موجود. جعل المباني الالكترونيه بس يعدلون في الاسعار. عطني اللي هنا ماكينه. هذه قبل كل شيء قاعد اقدم لك باستك، شركه من اقوى الشركات اللي هي ازعجونا في اعلانات اشياء كثير ب 260 ريال 280-300. انا اقول لك خليك من الكلام، هذه ما تجرح ابدا. تمام، مهما كنت بتحلق فيها مناطق حساسه او جسم او دقن الى اخره، طبعا ضد المويه. تاكد انها شغاله. شوف المويه باقي شغال. طيب احسن على يعني كل هالشرح نبي السعر. يعني حلق وانت مرتاح وعلى تجربه، لا تشيل هم. طبعا معها روس، تبغى تكبر تصغر ما عندك مشكله. قبل كانت 299، الان يا جماعه 79 ريال. 79 بلاش. ممتاز جدا، في المتجر وفي المعرض موجود ان شاء الله. ممتاز. فرات المخفضه للايفون، عطني السعر يا فيصل. قبل كل شيء اعطيك الترند اللي هي اخر موضه، هذا اللي هو الماك سيف، تقدر تشحن عن طريق الوايرلس وتقدر تمسك في السياره بالماك سيف.
هذا قبل كان ينباع ب 50-60 ريال، الان عليه جدا عرض تصفيه ب 6 ريال و99 هلله، موجود في المعرض وفي الموقع بعد، اطلب اللي تبي. ولا هو بلون واحد ولا لونين، عده الوان، كاميرات برضه قويه، ممتاز. ها احنا نقدم لك شيء مميز، انت عندك ساعه هواوي، عندك ابل، عندك سامسونج، ما عندك لاسيور، هاي تقدر تخدمك في الثلاثه، تقدر تفكها بالطريقه هذه وتصير معك حقت هواوي. طبعا سعرها كانت تنباع ب 80 ريال 70 ريال، الان اقول لك ب 19 و99 هلله، تركب 42 44 45، هواوي سامسونج ايفون، تركب على الكل، ممتاز. الجيمنج المخفضة فيصل عطني السعر. انا عارف انك تعبت، تشتري وتخرب، جودتها تشتكي كثير. طيب انا اقول لك هذه بدل ما تاخذها 80-90 ريال لولدك او لك شخصيا، تقدر تتحكم في المايك وتقفله وتزيد الصوت وتنزله. هذه قبل كانت مثل ما قلت لك 80-90، انا اقول لك 19-99. عندك يد البلاي ستيشن تنباع يا جماعه فوق ال 200 و150 ريال، انا اقول لك درجه اولى عليها وضمان سنتين 59 ريال، وايرلس، ممتاز. برضو بلاي ستيشن 3 ما نسيناكم، اللي عنده بلاي ستيشن 3 بدل ما تاخذها ب 100 وشوي تعال خذها ب 29 ريال يا جماعه، في المعرض وفي الموقع موجوده، وقبل كل شيء ضمان وجوده سنتين. طبعا السماعات يا فيصل، طبعا هذه السماعات الاشهر، تحطها في هذه تقدر تشحن لك بالطريقه هذه، طبعا تقعد معك فتره طويله، مشهوره تيك توك سناب، من اقوى الساعات، يبيعونها برا ب 99، انا اقول لك ب 35 ريال. تبغى زي ابل موجود عندك، كفرها بشاحنها باغراضها بالجي بي اس حقها، تشطب تقترن معك بالطريقه هذه، اي جهاز معك ما عندك مشكله. هذه ب 59 وراهن على جودتها ومايكها قويه جدا يا جماعه. الكنسة الذكية فيصل، طبعا هذه شركة من شركة باستك، زي ما قلت لك باستك قوية، طبعا جدا قوية في تنظيف سيارات بيت أغراض. شوف شوف حتى حجر يا جماعة قاعد تشيل مهما كانت المشكلة. طبعا هذه كلها شوف شوفها داخل، قبل كانت تنباع 250، أنا أقول لك الآن 99، تمام. طبعا عندك هذا المساج القوي من أقوى الشركات اللي موجودة باستك، طبعا شوف قوته، لا تقول لي غيره، 8 قطع معه 8 روس، قبل كان ينباع 199، الان انا اقول لك ب 89. ايش عندنا هنا يا فيصل؟ طبعا هذا الصبار معروف، ما في واحد اثنين قاعد يقلدني. طبعا قبل كان ينباع ب 49، انا اقول لك هذا 19-99 ريال، هذا واحد. طيب في المتجر موجود؟ ها في المتجر وفي المعرض. طبعا طيب. هذه الشنطه الذكيه تقدر لها قفل خاص، تقدر تقفل وتقدر تشحن جوالك بالطريقه هذه، يكون فيها باور بانك داخلي، تشحن الجوال بهذه الطريقه وعندك يشحن ما في اشكال. قبل كانت تنباع 149، الان 49. طبعا تعال معي شويه، ضيق الوقت قاعد نجمعها لكم سوا. هذا الستاند الجميل اللي طول العمر كان ينباع ب 53 الى 55 ريال، انا اقول لك الان ب 14.99. برضو عندك الراديو، هذا الراديو عليه ضجه جدا 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 قويه، تبغى شحن، تبغى حجارات، تبغى بطاريه، تبغى باور بانك، تبغى بلوتوث، كلها موجوده فيه. قبل كان 149، الحين سعره 55 ريال فقط. المضخه يا فيصل، طبعا هذه مضخه باستك، باستك جوده قويه زي ما قلت لك، قوه الضغط مره عاليه و520 فولت سعه كبيره. طلعنا برا حتى نجربها. طبعا هذه انا استخدمها شخصيا، لها راسين، راس زي ما تشوف انت الحين بيشتغل، وراس جديد مدبب. طيب الان تشتغل هو. شوف قوتها كامله، تقدر تغسل لك اياها بشكل كامل، عندك الجنوب، عندك اي مشكله، شوف التراب قاعد يطلع كامل الان، ما يحتاج مغسله وباستك موجوده. طبعا هذا كان ينباع يا جماعه 350، الان مقدمين عليه عرض ب 119 ريال في المعرض في المستودع، الله يحييك. تبي نغسله؟ غسل. هذا عميل بيدفع الان 30 ريال حق الغسيل ان شاء الله. 30 الحساب ها؟ واقتصاديه يا جماعه، كل اللي غسلناه بس هذا. يا سلام. ما شاء الله تبارك الله، تم فتح الفرع. الله يوفقنا وياكم، عروض لمده اسبوع فقط. طبعا تشمل المتجر الالكتروني. هذا ختام اعلاننا لهذا اليوم لمتجر الفيصل للاتصالات، العروض اللي شفتوها مدتها اسبوع او نفاذ الكميات، وتشمل المتجر الالكتروني وايضا الفرع، وفرعهم موجود في حي اشبيليا على طريق الامام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز. الله يوفقنا وياكم. بالنسبة للتوصيل، بالنسبة للتوصيل في مستودع جاهز كليا بإذن الله، من يوم إلى 3 أيام بيصلك الطلب داخل الرياض بسبب الزحمة، تعرفون الأستاذ ماجد ما هو بسيط، فلا تعطونا شوي فرصة عشان نقدر نوصل لك، لكن الشحنة ريح بالك، حتصلك خلال 3 أيام عمل كحد أقصى، خارج الرياض إلى 4 أيام. فيصل تمويه أخير تفضل. بالنسبة للألعاب الطيبين اللي هي هناك موجودة، نتمنى من الجميع لكل عميل حبة عشان يكفي الكل، لانه في تقريبا 600 حبه و500 حبه. بالنسبه للمبخره العدد مفتوح، ما عندك مشكله، لكن اكيد اي خذ اللي تبي، لكن العاب الطيبين لكل عميل حبه فقط. يا سلام، والله يوفقنا وياكم بالخير ان شاء الله. وياك يا رب. ما شاء الله تبارك الله على الاقبال، مثل ما نلاحظ ونشوف، استفيدوا من هالاسعار اللي خصصت لكم، اسعار قويه جدا، الله يوفقنا وياكم.